تحت الضغط. مصطفى وإسراء، إسراء ومصطفى. إسراء هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، مصطفى تعالى مكاني. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. مين اللي دربك على تحت الضغط؟ أستاذ محمود سعد ومحمود جعفري. محمود سعد كمان، مهندس محمود سعد، والله ده احنا بنحبه جدا حقيقي. كان نفسي يشارك، هو ما شاء الله يعني ممتاز يعني. إسراء تمام. تحت الضغط كاونتر. إلى أي كوكب يتبع قمر ليدا؟ مشترك. صح. ما هي اللغة الرسمية في جزر الكناري؟ الفرنسية. غلط. جنون التوليب هي جائحة اقتصادية نشأت بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ سويد. غلط. من هو الفنان الراحل الذي قام بدور حسين في فيلم الحفيد؟ عبد المجيد مدبولي. صح. وصيتي وكتاب سيرة ذاتية رئيس مصري راحل، فمن هو؟ محمد نجيب. غلط. لوزون هي أكبر جزيرة بإحدى دول جنوب شرق آسيا، فما هي؟ إندونيسيا. غلط. ما حاصل ضرب 40 في 50؟ 2000 ونص. غلط. كيفك أنت يا أغنية الفنانة عربية، فمن هي؟ كارلوس سامحة. غلط. يا راجل يا راجل، كيفك أنت 40 في 50؟ 2500. جبت النص ده منين؟ سوري. تعال مكاني. كيفك أنت؟ سوري. إجابتين من 8، مع إن كان في أسئلة يا مصطفى. 2000 دي يلا معلش. سليم، عايزين إسراء تنضم لينا. بص، هي تحت ضغط خلسة سهل، عايزة تركيز وعايزة ثبات انفعالي وهدوء أعصاب. عايز تعرفي مصطفى عمل إيه ولا لأ يا إسراء؟ خليها مفاجأة. مفاجأة؟ طيب. عايز الإجابات بصوت واضح. شو؟ عالي صوتك شوي. تحت الضغط كاونتر. إلى أي كوكب يتبع قمر ليدا؟ مشترك. صح. ما هي اللغة الرسمية في جزر الكناري؟ أسباني. صح. جنون التوليب هي جائحة اقتصادية نشأت بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ فرنسا. غلط. من هو الفنان الراحل الذي قام بدور حسين في فيلم الحفيد؟ عبد المنعم مدبولي. صح. وصيتي وكتاب سيرة ذاتية لرئيس مصري راحل، فمن هو؟ محمد نجيب. غلط. لوزون هي أكبر جزيرة بإحدى دول جنوب شرق آسيا، فما هي؟ إندونيسيا. غلط. ما حاصل ضرب 40 في 50؟ 2000. صح. كيفك أنت هي أغنية الفنانة عربية، فمن هي؟ فيروز. صح. من هو القائد العسكري الملقب بابن أمون عند دخوله مصر؟ أحمص. غلط. تعالي يا سوى مكاني. آه، 5 من 9 ومصطفى 2 من 8. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. السؤال الثالث، جنون التوليب. هولندا. طبعا، يعني التوليب هي هولندا اللي مشهورة بالورد، كان لازم تتخمن صح. عبد الناصر. وصيتي، انتوا الاتنين قلتوا محمد نجيب، وهو طبعا كتاب للراحل محمد أنور السادات. السؤال السادس، لوزون هي أكبر جزيرة، انتوا الاتنين قلتوا إندونيسيا، هي الفلبين. والسؤال التاسع، القائد العسكري الملقب بابن أمون هو الإسكندر الأكبر. كلنا نحيي إسراء ومصطفى، مصطفى وإسراء. النتيجة اتغيرت. مصطفى محمد كنتوا كام؟ كنا 60. وكم إجابة صح؟ 2. بقيتوا 70. إسراء كنتوا كام؟ كنا 60. 60 وكم إجابة صح؟ 5. ب25 نقطة، وعشر نقط دي بقيتوا 95. 95 و25. 120. يروح حافظوا على القمة. فري نجوم 70 و25. متعادل. 95 تتعادلوا تاني برضه، ونبتدي الفقرة الأخيرة من نقطة البداية يا رب. ودلوقتي